يدل الخراب الذي يسود هذه الشقة على الاشتباكات التي دارت بين الإرهابي عبد الرحمن مبسوط وقوة من الجيش اللبناني إثر لجوء الإرهابي إليها بعد تنفيذ اعتداءاته الثلاثة في شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان ليلة عيد الفطر. الإرهابي كتب على مرآة في الشقة عباراته الأخيرة طالبا من صاحبها أن يسامحه قائلا إنه يحبه، إلا أن اعتداءاته أثارت مفعولا معاكسا، إذ أعادت القلق ليس إلى أهل المدينة فحسب بل إلى كل اللبنانيين من تجدد مسلسل العمليات الإرهابية بعد حوالي سنتين من توقفها. دق على طابق الثالث، قالوا له مين؟ قال لهم جريح. قالوا ما حنفتح لك. قام رش رشي على البيت، رجع طلع على الرابع قوصوا وفات على البيت، ما كان في حدا بالبيت، وعلقت هونيك. هول البواب كلهم، كل الأسانسير وكلهم على الكنابل كلهم تفجروا يعني. الإرهابي عبد الرحمن مبسوط كان قد نفذ على دراجة نارية اعتداءاته المتنقلة التي أدت إلى مقتل 4 عناصر من القوى الأمنية، 2 من الجيش و2 من قوى الأمن الداخلي، وقد استخدم أسلوب الغدر باستهداف دورية قوى الأمن من الخلف برشاش الكلاشينكوف الذي كان في حوزته، كما استخدم قنابل إضافة إلى حزامه الناسف الذي كان مزنرا به، وقد وصفه المعنيون بأنه واحد من الذئاب المنفردة. هدول يسموهم لون وولفز، يعني بيطلع من خلايا نائمة. نحن دايما مترابصين لقلون، منشوف نلاحق تحركاتهم، وأنا بقول هيدي حادثة فردية، إن شاء الله نحن وضعنا حد لقلها وما تتكرر. عطول منشوفهم وين بيروحوا وين بيجوا، بس لكن لما بيكون في واحد وصل لمرحلة من اليأس في بعض الأحيان بيتصرف تصرف جنوني، هذا اللي بيخلينا ما نعرف فيه. نحن أجهزتنا قوية، إن شاء الله أجهزتنا قوية وإن شاء الله منسيطر على الوضع. طفل من أهالي طرابلس وضع زهورا على السيارة التي استهدفها الإرهابي، فلعله يعبر عن مشاعر مواطنين تعبوا من تأرجح يومياتهم في أحسن الأحوال بين استقرار متوتر وحوادث لا يشفع متسببوها بضحاياهم. القوى الأمنية تمكنت من عبد الرحمن مبسوط الذي قتل في اشتباكات دارت في هذا المبنى، ولكن الحادث لم يطوى لما يطرحه من تناقضات. فهل إنه حادث فردي وانتهى؟ أم أنه بداية لمرحلة جديدة عنوانها التأزم تحت شعار الذئاب المنفردة؟ كلودي أبي حنا، الغد، من طرابلس شمال لبنان.